فرحة أطفالك في الأكوا بارك عندك وعندنا بالدنيا، فإحنا وفرنا عليك اقتراحات مصيف السنة دي، فخليك معنا عشان تتعرف على أجمد 10 أكوا بارك في فنادق الغردقة. اعرف فندقك في فنادق ومنتجعات كل تلات مع منفيس. 10 فندق سندباد كلوب فئة الأربع نجوم. فندق سندباد كلوب هو واحد من الفنادق الموجودة في الممشى السياحي في الغردقة، على مسافة ربع ساعة من مطار الغردقة الدولي والسبعة كيلو من حي الدهار، وبيبعد عن الشاطئ مسافة 3 دقايق. بتضم الأكوا بارك في سندباد كلوب 15 سلايد مائي، منهم 7 للكبار و8 للأطفال، ويعتبر حمام السباحة الأمواج في الأكوا بارك هو مصدر المتعة الأكبر، وكل ده بجانب حمام السباحة الرئيسي بمساحته الكبيرة. 9 الباتروس أكوا بارك ريزورت فئة الأربع نجوم. ما ينفعش نكون بنتكلم عن فنادق الأكوا بارك في الغردقة من غير ما نتكلم عن الأكوا بارك الخاصة بمجموعة فنادق الباتروس. وبالرغم من وجود الأكوا بارك في الباتروس أكوا بارك ريزورت تحديداً، إلا إن بيتمتع نزلاء كل من الباتروس أكوا بلو والباتروس أكوا فيستا بالدخول المجاني للأكوا بارك. أما بخصوص الأكوا بارك فهي بتضم 9 سلايدز مائية بيكونوا متوزعين على 3 حمامات سباحة كبار. أما الأطفال فبيكون ليهم حمام سباحة خاص بيهم بالسلايدز المائية المناسبة لسنهم، يعني وقت ممتع لكل العيلة. ثمانية فندق شتايجنبرجر أكوا ماجيك فئة الخمس نجوم. من أفضل الفنادق العائلية الفاخرة في الغردقة، بيتمتع فندق شتايجنبرجر أكوا ماجيك بموقع ممتاز في الممشى السياحي في الغردقة، وبتفصله مسافة 6 كيلو من المطار الدولي. بتتميز الأكوا بارك في الفندق إنها بتضم معظم السلايدز المائية اللي بنستمتع بيها. ونحب نلفت انتباهك إن الأطفال الأقل من 120 سنتي مش مسمح لهم باللعب غير في سلايد سفينة القراصنة. سبعة تايتانيك بيتش سبا أند أكوا بارك فئة الخمس نجوم. بيقع فندق تايتانيك بيتش على طريق سهل حشيش مسافة 10 كيلو من المطار الدولي و17 كيلو من الغردقة سيتي سنتر، وبيتمتع نزلاء فندق تايتانيك رويال وتايتانيك بالاس بالدخول المجاني للأكوا بارك. أما بخصوص الأكوا بارك فهي بتضم 16 سلايد مائي منقسمين بالشكل ده، 8 سلايدز مائية للكبار تقدروا تجربوها سوا كأسرة أو ككابل. ولكن وجب التنويه إن لو طول أطفالكم أقل من 120 سنتي فمش بيكون مسموح ليهم باللعب أو المشاركة في السلايدز دي، ولكن ده مش هينقص شيء من سعادتهم الخاصة، لأن في 8 سلايدز تانيين مخصصين ليهم بحمام سباحة منفصل مع سفينة القراصنة. ومش بس سلايدز الأكوا بارك اللي ممكن تجمعكم كأسرة مع بعض، ولكن كمان نهر التجديف وحمام سباحة الأمواج واللي بيكون مناسب لأطفالك ومجهز بأسرة ومظلات للتشمس. ستة سان رايز جاردن بيتش ريزورت فئة الخمس نجوم. الفندق اللي بيرضي جميع الأذواق. بيقع فندق ومنتجع سان رايز جاردن بيتش في الكيلو 20 طريق سفاجة الغردقة مسافة 3 ساعة من السيتي سنتر. مش بنبالغ لما بنقول إن سان رايز جاردن بيتش هو الفندق اللي بيرضي جميع الأذواق، وده لأنكم سواء جايين كعيلة أو ككابل فهتلاقوا متعتكم الخاصة في الأكوا بارك. بتضم الأكوا بارك 12 سلايد مائي والسلايدز نفسها متنوعة. ولأن الفندق بيهتم بأطفالك وبأمانهم فعمل لهم كيدز زون بحمام سباحة منفصل عمقه بسيط وبيضم سلايدز مائية مناسبة لسنهم. وفي المرتبة الخامسة سان رايز رويال مكادي ريزورت فئة الخمس نجوم. لعب ومتعة ووقت حلو في الأكوا بارك يبقى ما ينفعش يغيب عننا سان رايز رويال مكادي ريزورت. بيقع الريزورت في قلب مكادي بي مسافة نص ساعة من مطار الغردقة الدولي،
بتضم الأكوابارك في سانرايز رويال مكادي 18 لعبة وسلايد مائي، يعني اقتراحات أكتر وأحلى للمتعة هتحيرك. وبالنسبة للأطفال فبيكون مخصص ليهم ميني أكوابارك فيها الأكتوبوس سلايدز، وكل ده بجانب 8 حمامات سباحة، منهم 2 الأكوابارك وواحد للأطفال وواحد للفاميلي وواحد فاميلي والكيدز، وكل حمامات السباحة بيتم تدفئتها في الشتاء. أما في المرتبة الرابعة، فندق جاز أكوامارين في أتل 5 نجوم. فندق جاز أكوامارين من الفنادق اللي الوقت فيها بيسرقك ومش بتحس بيه، وده لانشغالك وانبساطك في الأكوابارك الموجودة فيه. مبدئياً بيقع فندق جاز أكوامارين في منطقة مجاويش جنوب سهل حشيش، وبيبعد عن مطار الغردقة الدولي حوالي 3 ساعة بالعربية. أما بالنسبة للأكوابارك فهي بتضم 3 مناطق أكواكوبار، ده غير مناطق الأطفال، بإجمالي 22 سلايد بيكونوا متقسمين بالشكل ده، 14 سلايد للكبار و8 للأطفال، وكل ده بجانب 17 حمام سباحة. ومعانا في المرتبة الثالثة سيرينيتي فان سيتي فئة الخمس نجوم، من أجمل وأحلى اقتراحات الأكوابارك في الغردقة، فهي مصممة على شكل قلاع وأبراج شكلها جميل جداً. وفوق تصميمها الجميل ده فهي بتضم في المجمل 26 سلايد مائي، يعني مش هتبقى عارف تلعب إيه ولا إيه. وفي المرتبة الثانية فندق جونجل أكوا بارك فئة الأربع نجوم. عارفين إنك بدأت تحتار ما بين اقتراحات الأكوا بارك العظيمة دي كلها، بس جونجل أكوا بارك مستوى تاني من المتعة، وهو على طريق سفاج البحر الأحمر بعد مطار الغردقة الدولي مسافة ربع ساعة. فندق جونجل أكوا بارك فندق عائلي من الدرجة الأولى، فمهما طالت أو قصرت مدة إقامتكم بالفندق مش هتحسوا بالملل، وده لأن اقتراحات الترفيه واللعب والمتعة كتير جداً. خلينا مثلاً نعرض لكم حمامات السباحة. عدد حمامات السباحة في الجونجل أكوا بارك مش هتلاقيه في أي فندق في مصر، وده لأنه بيضم 21 حمام سباحة، منهم 18 حمام سباحة للكبار، 15 منهم تحديداً متصلين بحمامات سباحة للأطفال، وأربع حمامات سباحة منفصلين مخصصين بس للأطفال، وجميع حمامات السباحة بيكونوا مزودين بلونشات ومظلات للتشمس. نيجي للأكوا بارك. بتضم الأكوا بارك في المجمل 35 لعبة وسلايد مائي، منهم 21 للكبار و14 للأطفال، فلك أن تتخيل حجم الأكوا بارك ممكن يكون عامل إزاي. طبعاً سلايدز الكبار منها سلايد تسونامي وسلايد السبيس هول الممتعة جداً، بجانب السلايدز اللي ممكن تلعبوها سوا كأسرة زي الفاميلي سلايد، وسلايدز الأطفال هينبسطوا بيها جداً. وبجانب السلايدز المائية بيضم كمان الفندق ويف بول والليزي ريفر، فتقدروا تتأكدوا تماماً إن أطفالكم هيفضلوا مشغولين ومبسوطين طول فترة إقامتكم. أما في المرتبة الأولى فندق جاز أكوا فيفا مكادي فئة الخمس نجوم، ولأننا حريصين في ترتيب قائمة ترشيحاتنا فخلينا حالاً أعرفك لفندق جاز أكوا فيفا مكادي رقم واحد في قائمتنا. أولاً لأن الفندق بيضم واحدة من أكبر الأكوا بارك في مصر، وهي مكادي ووتر وولد. مساحة الأكوا بارك لوحدها بتوصل لأربعين ألف متر مربع. ثانياً بالنسبة لعدد السلايدز المائية في الأكوا بارك فهي مش بتضم 20 ولا 30 سلايد مائي، لا، الأكوا بارك في جاز أكوا فيفا مكادي بتضم 50 لعبة وسلايد مائي، يعني ممكن تقضي مدة إقامتك كلها في الأكوا بارك بس عشان تلحق تجرب كل السلايدز. واطمن جداً على أطفالك لأن هما كمان مش هيلحقوا على السلايدز المخصصة ليهم، وهيكونوا مبسوطين جداً بوجودهم في مكادي ووتر وولد أكوا بارك. وبكده نكون وصلنا لنهاية قائمة ترشيحاتنا لأقوى الأكوا بارك في الغردقة. ممكن تكتب لنا في التعليقات إيه أكتر ترشيحات الأكوا بارك اللي عجبتك، وما تنساش تضغط سبسكرايب وتفعل الجرس عشان يوصلك إشعار بحلقتنا الجديدة
الأسبوع الجاي.